زي ما كريم قال ان هذا الموسم هيبقى بدايه الحساب بالنسبه لان هو اللي اختار وهو اللي طبعا. خلاص عرف خد الخبره خد الفتره اللي فاتت كان بيعمل ايه وعنده ما يشرحه برضه كابتن اسلام اتفضل. مفيش اداره في الدنيا تتعاقد مع مدير فني وبتقول له من التارجتس او من الاهداف بتاعتك هتكسب انك تجيب اثنين افريقيا ورا بعض ده مستحيل يعني عشان بس نكون واضحين احنا بنحاسب اللي عامله برضه موسيماني في افريقيا اداله كريدت يعني طبعا. عنده رصيد طبعا. في رصيد عنده وبالتالي يعني انا بصراحه نقولها دوري السنه دي اكيد طبعا الناس زعلت لكن الزعله مش زعله قويه مش زي 27 لا لا 11 لا 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 مش زي 27 11 يعني هي الزعله اقول لك الزعله امتى؟ يوم ماتش الاسماعيلي يعني ايه يوم يومها لما حسيت الدوري راح صح تاني يوم انت صحيت من النوم تاني يوم يا جماعه الموضوع ده يعني انت حاسس قصدي تاني يوم انت عارف انا يوم الاسماعيلي تاني يوم عملت ايه؟ نعم. كلمت محمد مجدي قفشه الصبح ايوه ازيك يا حبيبي وحشني بس كده عشان واحد يغسل فكانت لطيفه يعني لا فهي بالظبط هي لازم احنا بنحاسب بنقول ان الراجل فعلا جه وكان فعلا جه في توقيت صعب جدا مش عايزين ننسى ده لازم نفتكر ان رينيه فايلر سابنا في سيمي فاينل قدام الوداد قبل ماتشين وداد يعني صح وعندك فاينل محتمل قدام نادي الزمالك اللي هو الديربي بتاع طيب. مصر ففتره صعبه الراجل جه اشتغل وعمل شغله وقدر ياخد دوري الابطال ومفيش راحه راح لعب مونديال ورجع كمل دوري ابطال وكسب دوري ابطال وبالتالي انا بشوف طبعا بطوله الدوري الممتاز واحده من اهم التارجتس او من اهم الاهداف تتحط على المدير الفني للنادي الاهلي دايما ولكن المره دي يشفع لبيتسو موسيماني البطولتين افريقيا واللي كمان قاله احمد في حته ان المره دي اول مره هو بيخطط كان بشكل كامل للموسم الجديد بيختار الصفقات بنفسه وكمان بقى عنده داتا كامله لكل فرق الدوري اللي واجهها السنه دي وان شاء الله هيواجه طبعا اعتقد ممكن يبقى نصها السنه الجايه اذا تاكد معلومه اقامه دوري الموسم القادم بنظام المجموعتين وليس بنظام الدور الواحد. من الممكن عندك معلومه بكده؟ خلاص بقى ازيد يعني دلوقتي المفروض القرعه كانت بكره تم تاجيل القرعه سالنا الناس يا جماعه انتوا اجلتوا القرعه ليه؟ فقال اصل احنا شايفين ان ربما نعمل بعض التغييرات في النظام عشان موضوع الاجهاد وكمان ياتي بعديها بعد كام ساعه تم اعطاء راحه للانديه الخبر الحقيقي لغايه يوم 21 لغايه يوم 21 بس قد تكون من ناحيه الكاس لان احنا سالنا من الناحيه الثانيه على موضوع الكاس مثلا قال لك ان الكاس ده هيكمل يعني ده هيكمل ده لانه بدا بالظبط لانه بدا لكن ممكن جدا الكاس اللي جاي هو اللي يتلغي من الاول يبقى هناك اتفاق مع كل الانديه دي كلها على فكره عشان تبقوا حضراتكم عارفين افكار يعني ممكن تحصل وممكن ما تحصلش فكان هناك اتفاق على ان او مش اتفاق يعني افكار بيتم التداول فيها ان ممكن جدا كده كده الكاس ده يتلعب واللي جاي هو اللي يتلغي ويكون ده على بينه لكل الانديه وانا شايف ده بصراحه قرارات صح يعني انت النهارده صح كمل الكاس ده اوكي مفيش مشكله الغي بقى الكاس القديم وحط مباراه النادي الاهلي السوبر الاهلي والجيش في بدايه الموسم اللي جاي يعني طبعا تبدا موسم نظيف يعني زي ما النادي الاهلي طبعا يروح يلعب بقى بالسوبر الافريقي في ميعاده مفيش ادنى مشكله مفيش اي ارهاق مفيش اي تعب ونكمل زي بعض وربما برضو يتاكد حته تاجيل مونديال الانديه بعض الايام بسبب تعارضه مع كاس العالم قلنا الكلام ده امبارح الحقيقه لانه انا شايف كده من الواضح ان هو سيتم تاجيله الى شهر فبراير زي السنه اللي فاتت سواء قطر او الامارات ونشوف ايه اللي هيحصل في هذا